مستنيين اسئلتكم وتوقعاتكم لحد بكره على هذا الهاشتاج الاهلي التحدي. شاركوا زي ما انتم شايفين الهاشتاج قدامنا على شاشه قناه الاهلي. اي اسئله، اي استفسارات، توقعاتكم للمباراه، شاركوا معانا باذن الله من خلال هذا الهاشتاج اللي موجود معانا على شاشه قناه الاهلي. طب معالي المستشار، بكره الثالثه شمال السعه الكامله باذن الله، تذاكر نفدت. طيب انا بس عايز في معلومه لسه متاكده لي من الفيفا من ايوه ادينا بقى الكواليس. بالظبط، احنا كان عندنا اجتماع النهارده العصر علشان موضوع التذاكر تحويلها. طيب. كان في مشاكل شويه وكده في السيستم بتاع الفيفا، شويه في مشكله في موضوع التذاكر لانه العدد كبير جدا. ده حقيقي. بعد ما خلصنا المسؤول عن المنصه بتاعه التذاكر قالت لي انه التذاكر سولد اوت و96% من اللي اشتروا مصريين. مصريين يعني اهلاويه. اهلاويه. فانا بطمن جمهور الاهلي ان شاء الله بامر الله ان بكره ال 974 اهلاوي بامتياز. بكره اللون الاحمر هيكون طاغي على استاد الحاويات استاد 974. بالظبط بالظبط. ان شاء الله بامر الله. وبالنسبه للثالثه شمال، احنا الملعب كله بكره ثالثه شمال. الكوتا بتاعت الرابطه جت في الثالثه يمين لانه احنا التيم بي. فالثالثه يمين وكل مدرجات الملعب هتكون ثالثه شمال بكره ان شاء الله باذن الله. باذن الله. طيب التواصل مع النادي الاهلي، والنادي الاهلي يمكن عمل دور كبير جدا حتى مع رابطه المشجعين، وكان في تواصل لدرجه ان احنا مش بنشتغل على الماتش بس، لا ده كمان في تسويق للعضويات من خلال جماهير الاهلي الموجوده في الوطن العربي. بدايه التواصل كان بدات عشان المباراه وكان في تعاون كبير جدا. طبعا كان بدايه التواصل كانت مع الدكتور سعد شلبي والمهندس خالد مرتجي، ومشكورين وجهوني للناس المختصه وبدعم كبير جدا وتواصل تقريبا يومي من اول ما تواصلنا معاهم لغايه دلوقتي، لدرجه ان انا نزلت مصر مخصوص عشان عملنا اجتماع في النادي وسهلنا كل الاجراءات المطلوبه لجماهير النادي الاهلي في قطر. وطبعا بشكر مجلس اداره النادي على ده، ولكن بدر اللي ذهننا فرصه، احنا من حقنا نكون جزء من اكيد جزء من عائله الاهلي. اكيد. وده كان طلب لكثير من جماهير الاهلي مش بس في قطر، في دول الخليج، ولكن لظروف اقامتنا كان الموضوع بالنسبه لنا صعب. ياما بنروح اجازه بنبقى مرتبطين بزيارات او بحاجات معينه، ما بقاش عندنا وقت ان احنا نكمل الاوراق ونعمل الكلام ده كله. فطرحت الموضوع وقبل بترحاب كبير جدا، وقدمت طلب رسمي لمجلس اداره النادي الاهلي، والحمد لله مجلس اداره النادي الاهلي وافق مشكورا. يعني تقريبا تاني يوم قدمت الكتاب وافقوا، وخلال اربع ايام خمس ايام جهزنا كل حاجه مطلوبه للبعثه، وجات البعثه قبل بعثه الفريق باربع خمس ايام. واللي انا اتفاجئت منه نسبه الاقبال على العضويات كانت كبيره جدا، مش بس من قطر، من دول الخليج. لان في تارجت، انا عارف الامور التسويقيه والامور الماركتنج دي مهمه جدا، تارجت اتحط كده مثلا من اول خمس ايام او اول اربع ايام، اتحقق من اول يوم؟ هو كان في تارجت للمده كلها، اتحقق في ثلاث ايام. اتحقق في ثلاث ايام؟ ايوه. يعني اتحط تارجت لغايه مثلا يوم 19 ديسمبر اتحقق. كانت المرحله الاولى كانت 14 ديسمبر. وبعدين احنا مددنا مع اداره النادي، مددت ل 19 ديسمبر. التارجت اتحقق في اول ثلاث ايام، في اول 72 ساعه. بالظبط. وده يقول لك يعني ايه النادي الاهلي. اكيد. واللي بنقوله احنا دايما، او دي الشعبيه يا جماعه. صحيح. ما هي الشعبيه بتترجم من خلال ايه؟ من خلال ارقام. بالظبط. وده انا شفته بنفسي، ودايما انا بقولها سلوجان ما يليق بالاهلي وجمهوره ولا يليق بغيرهم. صحيح. وده اللي حصل، وده اللي انا شفته بعيني. حاله الشغف في اول يوم محمد في لما فتحنا العضويات كانت جميله جدا، كنت حاسس فعلا بالفخر ان انا اهلاوي. الحمد لله. الحمد لله.